وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. اللي احنا اتكلمنا عليه ابن نجدة الحوطي، انا طلع يا شيخ محمد انه ليس هو الرجل اللي روى سنن سعيد بن منصور، فاللي هو ابن نجدة الحوطي ده مش هو راوي السنن، ولكن هو ابن عبد الوهاب ابن نجدة، أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة، فأنا بصحح المعلومة لأنه فيه ناس بتسمع الدرس يعني ولابدين في الدورة، إذا عمل طلعت أي حاجة فبينبهوني، وده أنا بشكرهم يعني كتر خيرهم. فأحمد ابن نجدة هو راوي السنة، وأحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة أنا كنت كاتب الكلام بتاعه ده في ورقة. فالمهم الكلام الذي ذكرته بخصوص رواية سنن سعيد بن منصور التي وجدت نسختها في بعض البلاد التي هي بضواحي الرياض، فالاسم ليس صحيحا وأنا أعتذر على ذلك، ونشكر كل من ينبهنا إلى مثل هذا فجزاهم الله خيرا. نبدأ يا مولانا شيخ سعيد؟ تفضل. ده ما اتصلتش ليه يا شيخ سعيد النهارده؟ ماشي، لا حلوه دي، توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: ثم إن ما تقدم من سماع الصبي هو بالنظر للصحة، سواء بنفسه أو بغيره. بالنظر للصحة يعني صحة السماع، هي كل الإشكالات اللي محطوطة دي والقيود، إنه الراوي يقول سمعت، لأن هي دي أعلى وجوه التحمل، وهي اللي تسببت في تفريق الكتب الكبيرة اللي هو لقينا حتة منها لحد دلوقتي وحتة مش لاقيينها، لأن اللي كان بيحضر على شيخ بالسماع جزء من كتاب كان بيشتري الحتة دي بس ويسافر، بحيث ان جزء من سنن النساء الكبرى لم توجد في بلاد المشرق ولكنها وجدت في بلاد المغرب التي تبدأ من ليبيا وتمتد حتى نهاية الأندلس. ولذلك اما حبوا يستدركوا أحاديث اللي هي ما تلاقتلهاش نسخ من سنن النسائي، له روايات كاملة منها بالسند والمتن في كتب ابن حزم الأندلسي، لأن اللي خد الحتة اللي فيها التفسير وفيها أواخر الكتاب اللي هو حمزة ده اتجه بها ناحية المغرب. طب ما خدش السنة كلها ليه؟ ما كانش معاه فلوس يشتري النسخة كلها، وأيضا هياخدها بالإجازة، ما كانش بيحرص على الإجازة، فهو اللي اتقرى عليه وسمعه اشتراه. ولذلك يقول لك فلان الفلاني أول من أدخل الكتاب الفلاني إلى المغرب، وفلان الفلاني أول من أدخل الكتاب الفلاني إلى الأندلس، وفلان الفلاني أول من أدخل الكتاب الفلاني إلى مصر، هو يزيد بن أبي حبيب أول من أدخل العلم كده بحكاية الرواية.
فلذلك كل التخيلات اللي احنا دي هل يقدر يقول سمعت؟ اما يقول اخبرنا او يقول حدثنا، لانه ممكن حدثنا قراءة عليه، فدي ما كانوش زمان، مالكش دعوه بدلوقتي، لان دلوقتي انت شايفها ما تفرقش. انما هو حدثنا قراءة عليه كانت تفرق، فما يشتريش الكتاب. انما سمعت هي كانت الشيء اللي يحرص عليه، وممكن ان هو يأجر نفسه في البلد اللي هو سمع فيها، يعني يشتغل حمال عشان يبقى معاه فلوس يشتري مثلا كذا. تلاقي مثلا من سنن النساء الكبرى في مصر كتاب الجمعة للنساء، فتفتحه تلاقي الروايات دي هي بتاع السنن الكبرى، لان اللي سمع كتاب الجمعة جابه جه. فكل القيود دي زي ما بيقول هنا هو من سماع الصبي، هو بالنظر للصحة، يعني لصحة السماع. فده هو اللي خلاه يؤكد، يقول سواء بنفسه أو بغيره، يعني واحد زي مولانا الشيخ ابن الشيخ عثمان، هو أبوه جايبه سمعه أبوه، ولذلك استنتجوا من حياة الحافظ العراقي أنه هو تأخر في الطلب، لأنه قالوا ما كانش له حد يسمعوا على المشايخ وهو صغير. فكل اللي في الكتب ده عشان يقعدوا يقول سمعت. وشفتوا انتوا المثال بتاع اللي هو كان بيروي عن اخيه عن ابيه، قال له خلاص شيل ابوك وشيل اخوك وقول حدثنا المغيرة. ليه؟ لان هو السماع. وهل هو حين السماع مميز أو غير مميز؟ تفضل مولانا. ثم إن ما تقدم من سماع الصبي هو بالنظر للصحة سواء بنفسه أو بغيره. أيوة. وأما طلب طلب الحديث بقى، هناك فرق بين سماع الحديث وبين طلب الحديث. بمعنى أنه يروح لوحده، ويمكن أن يخرج راحلا إلى غير بلده، فدي بقى عملوا لها سن وكده، ودخلوا فيها شروط تانية، إن هي بحيث يحكموا على السند بالاتصال، اتصال السماع أو عدم، فبقى هيكتبه طلب الحديث وكتابته بنفسه، يعني إيه بواسطة ايده، يعني يبقى النسخة عنده هو، لان كان زمان النسخة الخطية تحفظ وناس توقفها وانت تكتب في طبقة السماع اللي انا وريتها لكم دي، وتفضل النسخة. اما يجوا بقى يترجموك انت سواء ميت ولا حي، او انت عايز تشوف اسمعتك، تروح المكان اللي موقوفة فيه النسخة دي وتشوف هل اسمك موجود ولا لا، فتقول كذا حضورا او سماعا. تفضل يا مولانا. واما طلب الحديث بنفسه وكتابته وكذا الرحله فيه فهو في العشرين من السنين. هذه العشرين هو ربطوها بقى بالايه؟ بالسن. ده راي انه بالعشرين، ودلوقتي برضه هتبص يقول لك راي كمان انه بالثلاثين، وراي ثاني هيقول لك انه بالعشره. سبب هذا التفاوت هو أن صور أو حالات موجودة في تراجم العلماء أنه حصل له الكتابة للحديث في السن الفلاني، فأصبح هذه الأمثلة بيستدل بها مدام العلماء الموجودين في عصر هذا الرجل أجازوا له أن يحضر. طبعاً يكتشي مجالس الحديث يعني بالسهولة اللي احنا شايفينها دي، ولكن كان يعني الكبار يمنعون الأصغر منهم من مجالسة أهل العلم. طبعا انت دلوقتي تقول الطبقية وتجيب الكلام كله اللي هو محفظهم لنا، كلام كله من الفكر الذي
أفسدنا ولم ينفعنا يقول لك على كده. لازم يبقى في حرية. طب ما المستعمرين الإسرائيل ليه؟ مع كلكم موافقين على أن إسرائيل تستعمر اليهود ليه؟ تستعمر فلسطين ليه؟ يقول لك لا دي نقر. كل الفلاسفة اللي هم بيوردوا الإلحاد هم الذين الآن يستبيحون أن فلسطين يحصل فيها اللي هو حصل فيه، وأن الناس بتوع ميانمار يحصل فيهم اللي هو حصل فيه، سواء كانوا فلاسفة الشرق أو فلاسفة الغرب. تفتح الصحف بقى تلاقي مدرسة مفتوحة وإن كان الفيلسوف الفلاني بيعمل الفيلسوف، تقول له سيدنا محمد، يقول لك أنا نشأت ولم أذهب إلى شيخ، يعني يفتخر بهذا. طب ما أنت خارج من بطن أمك لا تعلم شيئا، ولو أعطوك بولك لشربت. يقول لا ما أنا كبرت بقى خلاص، خلاص بقى فيلسوف، وأن العقل وأن هذا الذي في البخاري لا يعقل. لا يعقل عندك أنت يا أخي، لأنك أنت عقلك فاضي ما فيهوش. أو كلمتك أنا في الفلسفة الأك لبلب، فاعمل لنا عقل زي ده نقلي، هتبص تلاقيك عارف كل حاجة. أنتوا ظلمتوا العقل وأيضا ظلمتوا النقل. تفضل يا مولانا. وكذا الرحلة فيه فهو في العشرين. كل ده بقى خلي بالك كان بالجهود، ما فيش كانت شركة بتودي، ولا فيه كانت قوة عاملة بتوظفك وانت ما تستاهلش ولا أي حاجة. انت قادر لوحدك، ولا لكش دعوة، ولا سبش الحاكم ولا الخليفة ولا ظلم ولا كده. قادر اعمل، ما انتش قادر اديك قاعد. العراقي زين الدين، هناك بلدان لم يرحل إليهما، بلد اللي هي العراق اللي جاي منها لأنه ما عندوش أجرة يدفع عشان يركب الجمال يروح، وتونس عشان يسمع الموطأ برواية أعلى من التي كانت في مصر. هل بقى سب في الحكومة وفي الخليفة وفي اللي حاكم والأبدا؟ وأنا قدامكم أهو كانش نذكر الحكومة بأي حق لنا عليه ابدا. ليه؟ لان انجليز قاعدين. وحريصين على ان احنا نكون قطيع. واللي كانوا في افريقيا يقولوا مش معقول ربنا يحط في الانوف السوداء دي عقل كويس. لما مشوا بقى دول ومسكنا احنا، اصبح لا السود راضين يحكموا صح ولا البيض راضين يحكموا صح. وانا اذكر لما كنت في اول ما الثوره الليبيه قامت، ان واحد هو ده مش داخل في الحديث، لكن انت عشان تعرف البطاطس دي جت ازاي. فالشركه اللي كانت بتمشي الاول الكهرباء في ليبيا كلها كانت شركه ايطاليه خواجات، فتروح يقضوا لك مصلحتك ابدا فيش. شالوه يقول لك لزناه، وجابوا عرب واحد عشان يغير العداد بتاعه يمشوه 20 مشوار. فطالع من يقول يا رب الانجليز ترجع، يا رب الايطال يرجعوا تاني. والله وهو خارج شايل ايديه كده ان يا رب يرجعوا الايطاليين تاني. ليه؟ لان خلاص بقى ليبي ماسك ليبي. طب ليه؟ ما انت كنت منكس في الارض، وما حتى في شوارع قالوا لي انه ما بيمشوش فيها، كانش يمشي الليبي فيها، يمشي فيها جامع القمامه بس يجمعها. نمسك بقى بعض، كل واحد يقول لا، يعني كل واحد عايز يحكم واحد. تفضل يا مولانا. وكذا الرحلة فيه فهو في العشرين. كله ده على نفسك، قادر؟ ما انتش قادر خلاص، اقعد.
بكسر النون على لغة حسبما قال الشارح. شوف دخل في النحو وكلنا أعداء النحو، لا ذكرنا ولا نيلنا، يقول له كسر النون وفتح النون، تقول طب وهي دي يعني لازمتها ايه؟ ما بلاش تقعر بقى، يقول لك ما هو دي لغة القرآن، إن ما اتعملتش كده القرآن يبقى غريب. يقول لك قرآن مين؟ روح امتحن، شافوا دلوقتي في امتحانات القرآن وشوف اللي بيقرأ القرآن بالمعنى. اتفضل. حسبما قاله الشارح مع إنكار بعض متأخرين. أما يقول الشارح يبقى الإعراقي اللي هو شرح الألفية، وأما تروح أنت في الكتاب بتاعه اللي هو شرح التبصرة تلاقي الكلام ده يا باللفظ يا بالمعنى. مع إنكار بعض متأخر النحاة لها، ومنه قول الشاعر وماذا تبتغي الشعراء. خلاص وقت شفنا الحديث ودخلنا، هل هي في العشرين ولا في العشرين؟ وهل دي لغة ولا ما هيش لغة؟ ما هي دي ماتت هيموت نفس النحو ويموت كله، لأن الشيطان ما يعيش إلا الصغائر، مالوش دعوة بالكبائر، لا يدخلك في الكبائر من أول مرة أبدا. رضي ما تحقرون من ذنوبكم، ليه بس؟ عشان يفتح فتحك، ومش لازم تكفر النهارده. لا يطول باله عليك ليه؟ عشان ما يخليكش ترجع تاني ابدا. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ الأربعين كده احنا بنقول الأربعين، قال لك لا فيه لغة الأربعين، ولازم تحيا الأربعين دي عشان لما تخش في القراءات ويقول لك كده تبقى انت عارف. عند الإمام أبي عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري بضم الزاي مصاب. الراجل دوت مترجم وهو متوفى سنة 317، هجيبوا رأي بقى. يستحب كتب الحديث في العشرين، قال لأنها مجتمع العقل. أيوة مجتمع العقل يعني بداية اكتمال العقل، بس انت ما تقرأ لبتوع اللي هي الصحة النفسية اللي بيدرسوها لنا، يقول لك ان ده لما يكتمل يخش الشخص او الشاب في مرحلة اسمها اثبات الذات. يعني ايه اثبات الذات؟ يعني يحب ان هو يديلك بالبوكس عشان يثبت ان هو رجل، فيقول لك اما تلاقيه عمل كده خده باللين، لان حاجه داخله عليه جديد وهو مش عارف يكيفها، هو خلاص شعر ان هو انتهينا، يقول لك دي ما تحاولش تقاومه، لأنه هو أصلا مرحلته دي مرحلة إثبات الذات. فلما تاخد دول وتدوهم بقى اللي بيعلموا في المدارس يشتغلوا بالشلوت. فلا احنا عرفنا نظبط اللي طالعين ولا عرفنا نظبط اللي هم بيطلعوا، لأنه برضو دي كم حد قال له حكاية إثبات الذات دي؟ أنا كنت بشتغل مدرس في مدرسة خاصة في الدقي، وهي يعني حي معروف رقي، وكان طبعا بس كلنا احنا مش جايين من الدقي، احنا جايين من الحتة اللي لا تذكر. فكان منا من لا يضرب إلا بالشلوت، يعني دول ولاد ناس وناس يعني أسموهم تلوح الواحد. طب ده اتربى ازاي بقى؟ اتفضل يا مولانا الشيخ سعيد. الشيخ سعيد خايف ليجي عليه الدور. احب حين مما قبله، يعني انه وقت الاستحباب، اذ عبارة الزبيري يستحب كتب الحديث في العشرين قال لانها مجتمع العقل. لما يقول احب وان ده وقت الاستحباب، يبقى احب افعل التفضيل مش على بابه، لأنه لما نقول أحب يبقى أفضل مش أول المستحب. قال سفيان يكمل عقل الغلام. سفيان إذا أطلق يبقى مين؟ الثوري.
يكمل عقل الغلام لعشرين والفهم كما قال. قلنا بقى يكمل عقله يعني يبدأ كمال عقله. ولذلك الشيخ السخاوي هيجيب كلام لواحد كاتب مصطلح وهو أصلا كبير الأطباء المصريين، هينقل عنه دلوقتي عشان خاطر يقول حكاية العقل دي، لأنه هو كان طبيب فشغال على الحكاية دي، وكان طبعا إيه أقدم المستشفيات اللي أنشأت في العالم هي مستشفيات المجانين. ليه؟ لأنه كانوا بيجدوا أي مرض تاني دون هذا ممكن أنه يتعالج، فكانوا يسموه البيمارستان، يعني المكان الذي فيه المصابين في عقولهم، في أي حتة في الجسم مقدور عليها إلا المجنون، لأنه طبعا ده ممكن يعمل مشاكل. فكان أقدم ما أنشئ هي مستشفيات الأمراض العقلية. كما قال ابن نفيس في ذلك الوقت أكمل مما قبله. ابن نفيس أنا قلت كلمت عليه قبل كده، هو راجل مترجم كده بأنه هو رئيس أطباء مصر في زمانه، ومتوفى سنة 678، وعمل كتاب في المصطلح الحديث رغم أنه هو مؤلفاته كلها في الطب. ليه؟ قال لأن الناس متدينة بطبعها، المصريين متدينين بطبعهم ما يعرفوش يكفروا، بس انت ايه ما تزودهاش، سيبهم لطبيعتهم الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول لك لا، احنا لازم نمنعهم حتى يحفظوا ولادهم الصغار، نحفظهم الانجليزي من كي جي 1، لما تحفظوهم القرآن راح. يقول لا، بعد ما يكبروا، لان التلقين وحش. اما التلقين الانجليزي يقول اه تلقين الانجليزي كويس، وما فيش حد فينا ما بيوديش عياله. ليه؟ لان ده بقى سك. ان جيت كده مراتك تقول لك ليه يعني هو ابني مش زي ولاد الناس، ده الناس كلت وشي، ودي الوقت. تفضل يا عم. قال الزبيري: واحب ان يشتغل قبل الوصول اليه بحفظ القران والفرائض، يعني الواجبات. فابن النفيس ده نقل عنه من كتابه اللي هو كتاب مصطلح الحديث، الكتاب اسمه ايه؟ مختصر في علم اصول الحديث. وفي صفحة 133 منه نقل الشيخ السخاوي هذا الكلام اللي هو الفهم. الفهم عبارة ابن النفيس يقول: لأن الفهم في ذلك الوقت اللي هو 20 أكمل مما قبله. شهادة الطبيب دي، فنقلها الشيخ السخاوي، وطبعا الكتاب الطبع قبل ما الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير يخرج الكتاب، أو كذلك كل اللي طبعوه. والكتاب حتى طبعته مش مشهورة دلوقتي، هو مطبوع طبعتين، طبعا عاملها الدكتور زيدان، والصفحة دي اللي هو فيها النص ده فيها غلطتين في النص، من ضمنهم في نفس الموضع ده. يعني الكتاب لأن الفهم في غير ذلك الوقت، النص كده، بينما هي في ذلك الوقت. تفضل مولانا. قال الزبيري: واحب ان يشتغل قبل الوصول اليه بحفظ القران والفرائض، يعني الواجبات. اهو قبل ما يوصل لكده القران. طب الانجليزي، قال الانجليزي ما يجي بعد كده. يقول لك ده الولد ما يعرفش ينطق وبعدين ما يلاقيش شغل. يا اخواننا الرزق في السماء طول حياته. يقول لك لا ده تواكل، وانت بتدخلنا في الغيبيات. طب امشي ورا الغيب عشان الامراض النفسيه ما تكترش، لان كل ما تصطادوا بالماديه تاكلوا بعض. يقول لك لا. فيقول لك يحفظ قبل السن ده، يحفظ القران بالتلقين. قال اه بالتلقين.
أبو التربويين، أنا التربويين أنا اللي برزقكم مش التربويين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ ربنا بيتحدى وتقول للناس كده ما يعرفوش يستوعبه. إذا عرف ربنا أنك أنت عامل كده ولا جابلكش رزقك يبقى لك الكلام، لكن كله مشفق أن تروح أمور الحياة. لما كانت الكتاتيب شغالة والناس كانت بتطلع منها تروح تقرع الطرق وكانت ماشية، لا سيما وقد قال أبو عبيد، مش معناها إن إحنا بنجوز كده، لا، يعني كانوا ربنا سبحانه وتعالى بيوجههم إن هم يعني يكتسبوا رزقهم بطريقة سلمية ما فيش فيها يعني لا سطو ولا سرقة ولا أي شيء. كون هذا غلط أو حكاية قراية القرآن فيها خلاف أو كلام من ده، ده موضوع تاني. وقال أبو عبيد بن حربوية منعني أبي من برضو سعادة. واحد تاني هو بيجيب كله أمثلة ويعتبرها أن دي تطبيق لتحديد السن باللي هو قاله. وقد قال أبو عبيد بن حربوية منعني أبي من سماع الحديث قبل أن أستظهر القرآن حفظا. اقروا ترجمة بقى الرجل ده وشوفوا إحنا دلوقتي فين وهو فين. فلما حفظته قال لي خذ المحفظة واذهب إلى فلان فاكتب عنه. أيوة. ونحوه قول ابن أبي حاتم لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. دلوقتي الجرح والتعديل احنا عالى علي اهو، ما منعوش حفظ القرآن عن كده ليه؟ وراجل بيكتب في العلل ما يكتبش أي عاقل الآن، يبقى التلقين بوظ عقله ولا اللي هو أراه في البداية ورسخ أوجد عبقريته. وهو أي استحباب التقييد بهذا السن في الطلب الذي عليه أهل الكوفة، فقد كانوا كما حكاه موسى بن إسحاق أبو محمد الكناني الكوفي بيقولوا الكوفة ليه ويقولوا البصرة ليه؟ قال لأن دي كانت مركز الخلافة العباسية، فكان فيها العلماء يقصدونها ويقصرون فيها. في كان في مصر بس ما مش زي البصره والكوفه، لذلك النحو مثلا لحد دلوقتي تلاقي نحو الكوفيين ونحو البصريين وقراءه البصريين للقران كذا. فلذلك السبب انه كان ده هو مركز الخلافه في ذلك الوقت. لا يخرجون اولادهم في طلب الحديث صغارا الا عند استكمال 20 سنة. ويعتبرونها 20. انا مثلا قدامكم اهو كانوا يقولوا لي في القريه اللي انا فيها وانا عندي 6 سنين انت بقيت راجل. ليه؟ عشان تشيل المسؤوليه، ما تتدرش في ابوك، ما تتدرش في اخوك، انت بقيت راجل دلوقتي. ويعرضوني فعلا لحاجات ما يعملهاش الا راجل. مصالح تتقضي وكده انت راجل وانت عندك 6 سنين. دلوقتي بنطلع العيال ونخرجه ونجيب له ويتجوزه ويخلفه وبرضه يقول يابا. فين الرجوله؟ يقول لك مستوى خلص خلاص اصبح شاشر. مش البنت دلوقتي، لا، الراجل أو الشاب بعد ما تعمله وتجوزه وكده برضه يتك على أبوه تاني. ما أبوه خلص، ما أنت اللي ربيته من الأول على كده. ونحوه حكاية موسى بن هارون الحمال عنهم. موسى ده متقدم خالص، فهو السخاوي يجيب ناس متأخرين ويجيب ناس متقدمين. وانت لا، لو انت عايز تقفل الموضوع افتح تاريخ بغداد، مش هيعمل لك حاجة، جزء بس واحد، جزء اقراه، اقريه الجورنال تلاقي كل الكلام دوت كأنك شايفه في فيلم تسجيلي عملي موجود، وممكن تستفيد منه حاجات زيادة على حكاية السماع دي. لكن تتحايل على كل الموجودين يقول لك ما كانش هيجي في الامتحان ولا هوش في الرسالة اللي انا مسجلها هقراه ليه. وقال عياض سمعت بعض شيوخ العلم يقول نقل من هارون الحمال الى ايه؟
يا هارون الحمال ده ميت سنه كام يا مولانا في تعليق الشيخ عبد الكريم؟ لا مش مخرجون بس موته انت يا محمد. هو يعني من طبقه الامام احمد السيد. طبقه الامام ايوه 200 وكذا. وقال عياض سمعت بعد شيوخ 249 نقل لعياض. عياض كان بقى فبيجيب قدام ويجيب جداد ويقول لك ما بين السنين دول كانت يعني طلب الحديث دائر بين هؤلاء. وقال عياض سمعت بعض شيوخ العلم عياض قال فين؟ لان بنقعد وقت نمتحن شفه وفضلة خيركم وتشوف تشوف البلاوي. قال عياض فين؟ يقول لك ما اعرفش. طب وداخل ليه الدراسات العليا عشان تشيل شهادة في الحديث؟ ما هو حرام. عياض قال فين يا عم الشيخ سعيد؟ في كتاب اسمه الإلماع والطبع هنا في مصر وداخل في الحكاية ولما يتقري هيزود محصولك ومش لازم حكاية الامتحانات دي عشان ربنا هو اللي ماسك كل العملية في السماء واحنا دايرين نخانق بعض في الأرض. ما فيش في الأرض يا أخوانا إلا التنفيذ بس. ما حدش يسأل. وقال عياض سمعت بعض شيوخ العلم يقول سمعته يعني بيقول في عصري ساعة ما شيوخي احنا بنقول السماع اهو هيقول بقى اهو. قال سمعت بعض شيوخ العلم يقول الرواية من 20 والدراية من 40. كان كده لكن دلوقتي وقع الحياة اللي احنا فيها ما يمشيش كده. ما ينفعش نركن واحد لغاية 40 سنة نقول له يا دوب تشتغل. لا ما عادش الوقت يناسب الآن. لكن أيضا يجب أن يكون هناك اجتهاد في التحصيل. إنما 40 دلوقتي ما بقاش تم. مثلا شمس الدين المقدسي ابن عبد الهادي الراجل متى عنده 40 بين ولا كم؟ 39 سنة وألف في شرح العلل. فانت تقول جرى ايه كتب بتقول 40؟ انت عارف عذرين هيجي لك امتى؟ ما تشتغل من دلوقتي عشان ان قابلت ربنا تقابله وانت يعني مأجور وان قعدت في الدنيا برضو وانت مأجور. يقول لك اوعظ بقى. اتفضل يا عم. وقال ابو الحسن سعد الخير الانصاري سعد الخير ده اللي هو له فاطمه الجوزة دانية بنت سعد الخير ده الراجل ده وترجمته هي موجودة. ده رحل إلى بلاد الصين والأندلس من الصين شرقا إلى الأندلس غربا دون مليم واحد من جهة حكومية مما يدل على ان الفرد يستطيع اذا اعتمد على الله ثم على نفسه راى العجائب. ده الشيخ ده اللي هو سعد الخير الانصاري رحل بين الصين والاندلس ومتوفى سنه 541. كان الأمر المواظب عليه في عصر التابعين وما يقاربه لا يكتب الحديث إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم. مش معناه انه ما ينفعش دلوقتي. لا ده هؤلاء كان لهم يعني عادة او مبدأ لا مانع انه يتغير بس يتغير للأحسن. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ شيخ محمد الراجل ده مازك اسباب الحديث وشغاله. اتفضل. وسبقه الخطيب فقال كل من كان يكتب لما اقول لك سبقه الخطيب عشان يعلمك التاريخ تعرف ده قديم ولا ده جديد. يمكن اقول لك سعد الخير وبعدين اقول وقال الخطيب انت اللي عارف اللي قدام ولا اللي ورا. لا عشان تفهم النص ده تجيب التراجم دي وتشوف الاراء الجديده والاراء القديمه. وسبقه الخطيب فقال
قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. كان ده وقت الوقت الآن ابن عباس توفي الرسول هو سن كام؟ فيبقى دلوقتي 30 ما جاتش. فانت ما تدورش على الرخص، لا انت امسك العزائم. وخالفهم غيرهم في العشر من السنين في اهل البصرة. ايوه اهل البصرة قال لا يا عم 10 سنين بركة زي اللي كانوا بيعملوا فيه وانا صغير، انت بقيت راجل وانا طبعا لا راجل ولا حاجة، لكن غصب عني خلاص تمشي في الضلمة ما تمسكش نور، لا عيب اللي يمشي في وطبعا ما فيش كان نور ولا كهرباء ولا كلام الانشاء دي كلها، لا تمشي تخرج من بيتك في عز الضلمة. طب امشي كده ليه وانا رايح اشوف حاجات في الزراعة وكلام من ده؟ انت بقيت راجل يطلع عليك الديابة، وكنا نخرج عشان نروح لسيدنا لازم بعد صلاة الفجر، هو يقول إذا الشمس طلعت عليكم قبل ما تخشوا ارجعوا تاني ونرجع. دي لأن تطلع عليها لمؤاخذة الكلاب الحراسة ده وكل اللي عاملينها ما نعرفش نعدي منها، وإحنا رجالة برضه. لكن طب دلوقتي نحط العير ونحطه في عربية وواحدة بتنزله وواحدة بتطلعه، اقعد يا ابني ذاكر. لا الفاتح المحروس اللي هو ده وقعد كالسنة المألوفة لهم حيث تقيدوا بها، والطلب في بلوغ 30 من السنين مألوف لأهل الشام بفتح المعجمة مقصور مهموز على أشهر اللغات، حكاه موسى الحمال أيضا عن كل من الفريقين. أيوة طبعا لأنه هو قريب من التابعين، عشان 249 قريب يوسف، لكن هذه التحديدات كلها ليست للإلزام وإنما يقولون بما جرت به عادته الناس في أزمانهم. وانا جبت لكم قبل كده سورة الأخ ده اللي هو حفظ القرآن وعنده 3 سنين ونص، فمش قياس. وأعلى من هذا كله قول سفيان الثوري، يعني أشد أعلى من هذا يعني أشد الأمور. وأبي الأحوص، كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. خد يا خي 20 سنة الأول لغاية ما يطلع له زبيبة هنا ولا زبيبتين وبعدين يقولوا له. لكن كان كم واحد ما كانش بالكسرة الكثافة اللي احنا شايفينها دي، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى ليس يعني من باب كده، إنما كان تلاقي في كل بلد أو في كل قرية واحد أو اثنين يا بس هم اللي يتعلموا. لما يجي لك جواب تروح من قرية إلى قرية إلى قرية عشان تلاقي واحد يقرأ لك الجواب. فهو بيتكلم على كده دلوقتي، مش بيتكلم على الوقت الحالي لا. فاجتمع في الوقت المستحب في ابتداء الطلب أقوال. أيوة فيبقى إذن المسألة فيها أقوال، سبب الأقوال دي هي اختلاف العصور، وده اللي خلوهم دلوقتي بالعبارة الموضة بيقولوا يا دكتور يا ست أسماء إن الفتوى تتغير بتغير العصر. ما تجيبش واحد عايش في 2018 تفتيه بسنة 350، ما ينفعش. يقول لك يعني نغير له الدين؟ لا ما تغيرلوش الدين، لكني ما يسهل عليه العمل بالدين أنت بينهول. هتقول له صلي 4 صلوات؟ لا هم 5 برضه ولهم اوقات ولهم كل شيء. والحق عدم التقيد بسن مخصوص. يعني لما نعمل سن مخصوص لانه هيتخرم، وهم ده اللي بيعلموه بتوع كليه التربيه يسموها الفروق الفرديه، يعني الحاجات اللي تحصل في واحد ولا تحصلش في الثاني. يقول لك الولد ده فلتة، هو زويل ده طلع فلتة، في البحيرة ما طلعتش إلا زويل واحد.
فدي الفروق الفردية. هل تبني على الفروق الفردية قواعد؟ لا. لكن هل تغلق الفروق الفردية؟ قال لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما نجيب الآية ونستشيخ واتقوا الله وإيه؟ بس هو اللي يعلمك. طب يعلمك بيه يعني ينزل لك من السماء يعلمك؟ لا، يهيأ لك الأسباب التي تسهل عليك العلم ويشرح صدرك للعلم ويعلمك ما جهل ويلهمك. وهذا هو أحد وجوه التعليم، الوحي من ضمنه الإلهام، أن يلهمك الله رشدك. آدي أتعلم الله لك. بل ينبغي تقييده، أي طلب طلب المرء بنفسه. أما يقول ينبغي يبقى خلاص ما جزمش بقى. ليه؟ قال لأن الجزم يشق، وتفضل الآية وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، وهو ده اللي إطلاق الطاقات كلها. يبقى بقى الإسلام بيقيدك ليه؟ اتنافس، ما دمت في المشروع تنافس. أي طلب المرء بنفسه بالفهم لما يرجع إلى الضبط، لا أن المراد أن خلي بالك بكلمة الفهم وكلمة الضبط، كل اللي بيطعنوا على بعض الأسانيد الروايات لما نقول لهم القطيع سمع المسند في كذا، وابن المذهب سمع من القطيع في 6 سنين، يقول لك بقى معقولة 6 سنين يعرف المسند ده كله؟ احنا ما بنشترطش ان هو يعرف شرحه، ده فينا ناس لحد دلوقت. انا لما تجيب لي بعض العبارات اللي في مسند احمد، مع اني قريت كتير او يعني بحكم الشغل مش ان انا يعني كده، ما عرفهاش، لازم اراجع. فالمقصود بالفهم في هذا انه لما يتكلم معاك تفهم، يقول لك روح اتوضى في الحته الفلاني وتعالى، زي الرجل اللي هو كان بيسمع قال له اتوضى وتعالى صلي ركعتين وكذا، هي ده المقصود بالفهم. اما واحد يعرف العلل ويعرف الخلاف على الراوي ويعرف يجيب الرواه اللي الذهبي حط عليهم صح، كله دوت لو اشترطناه يبقى ان شاء الله الدكان هتقفل. فالمقصود بالمعرفه هو ان يكون يفهم ما يلقى عليه، ثم بعد ذلك نفس العقل المكتسب ده بتوع العلم النفس بيقول لك بيتكون مع الوقت. واحد ما شافش الموبايل اللي معانا ده، عمرك لو جيت مثلا في بدايتنا احنا عشان تقول له ده فيه تليفون من غير سلك، استحاله. في السلك ازاي؟ واحد يقول لك ده انا رحت دفنت فلان ولا شفتش الملائكه اللي بيقولوا عليها. شفت ايه؟ هو انت قادر تشوف حلمه ودنك؟ ما تختشي، هو اداك شويه حواس على قد ما يعيشوك، لكن ما اداكش عشان تبقى لا. يقول لك لا، طالما ما شفتش الملائكه وهي داخله وهم كده داخلين بعد ما قفلنا عليه، يبقى انتوا بتكلمونا خرافه. طيب يبقى المحروس اللي في جيوبنا دول كله يبقى ايه؟ اتفضل. لا ان المراد ان يعرف علل الاحاديث واختلاف الروايات، ولا ان يعقل المعاني واستنباطها، اذ هذا ليس بشرط في الاداء فضلا عن التحمل. ده إيه؟ يبقى الفهم ليس هذا، ده معناه بقى الدرايه وكذا، واللي هي قالوا عليها انها يعني نوع فيها نوع من الكهانه وكده. لكن واحد جاي يسمع الحديث دلوقتي ويقدر زي الولد اللي اسمه عمر ده تقول له الحديثين اللي سمعتهم دلوقتي سمعهم يا عمر، يسمعهم. فخلاص هو ده. بعد ما يكبر بقى عقله المكتسب هيعرف. فكتبه اي الحديث بنفسه مقيد بالتاهل للضبط، وكذا ينبغي ان يقيد السماع اللي هو اسمه بقى ده ضبط الكتاب. وكانوا زمان في الاول لما تقرا كان عيب، واحنا دلوقتي اهو احنا قاعدين يا عم شيخ ابراهيم، ما يقدرش الشيخ ابراهيم يروح يخطب الجمعه ببلدهم بورقه، يقول لك يا اخي راح لازارو فيه ده بيخطب من ورقه.
فما زالت خس انت بقى على حكاية الورقة دي، ان احنا بنعيب على الخطيب اللي بيخطف ورقة يوم ما كانوا الحديث. ابو هريرة لما جابوا مروان وهو امير المدينة وقال له انا هكتب الحديث اللي انت حافظها، قال له لا انت كتبتها من ورايا، لو تمسحها يبقى احسن. ليه؟ قال اسمعوا كما سمعنا. فده كان وقت تغير بقى، دلوقتي اصبح التقييد وكده، الى الدرجة اللي اصبح الامام احمد رحمه الله يقول ان ضبط الكتاب امكن من ضبط الصدر. سنة 241، دلوقتي 2018، يبقى لا فيه صدر ولا فيش. وكذا ينبغي أن يقيد السماع من الصبي للحديث، بحيث يعني بحين يصح أن يسمى فيه سامعا. أيوة، يسمى فيه سامعا عندما يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعبارة ابن الصلاح في ذلك كله: قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله، أي بالسماع ونحوه، وضبطه وتقييده، أي بعد الكتابة، فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وليس ينحصر في زمن مخصوص انتهى. طبعا احنا ردينا على حكاية كلام ابن الصلاح ان الآن بقاء سلسلة الإسناد، وقلنا ان هذا الكلام ذكره الشيخ ابن الصلاح تأثرا بالزمن الذي تعرض فيه الإسلام والعلم في التلقي إلى نكبات جعلته يقول هذا، وإلا السلسلة جاري عليها الجرح والتعديل. والإمام الذهبي رحمة الله عليه بعد ما قال الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 بينقل في الميزان نفسه أقوال البيهقي. والبيهقي ميز سنة كام يا شيخ سعيد؟ 58. يبقى سنة 300 فاتت بكام؟ بالضعف. يبقى احنا اللي استنتج من 300 دي انها نهاية العلم وبداية الجهل، ما قراش بقية الكتاب. وهو ظاهر في الاستحباب وكون التقييد مؤكدا بالضبط بخلافه فيما مضى. أيوة. ويتأيد التبكير بما جاء عن الحسن قال: طلب الحسن اللي هو مين؟ ها؟ حسن البصري. أيوة. قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. ايوه، وده مكتوب في المقاصد الحسنه بتاع السخاوي انه هو مش حديث وكلام من ده. هيتكلم عنه. ولذا قال نفطويا: اراني انسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر. وفعلا حكايه التعلم وهي جت حكايه الملكه وحكايه اللي ما فيش تلقين، ودلوقتي هم يقولوا اتعلموا الانجليزي وانتوا في كي جي 1. ليه؟ قال عشان الولد يطلع لغته سليمه. طب ما تخلوه بقى ما دام في الصغر، اهو الناس بيقولوا اللي في الصغر بيثبت، ادوا حته للانجليزي وادوا حته لده. يا شايل عليهم القدير ان اللي هم عاملين الكي جي 1 هم اللي يدوا عشان تديهم الفلوس على ابنك يقول لك هنحفظه قران. من غير بقى ولا حكومه ولا شعب. هو ربنا يجعل الفلوس نفسها سبب لأن القرآن يبقى. ما همش لاقيين، يعني يقول لك الإنجليزي أنت ما أنتش مش هين عليك الفلوس، لكن أما أقول لك هنحفظ ابنك ثلاث صور أربع صور خلاص تديهم جلبيتك. وده جهد ذاتي عشان ربنا يقول أنا اللي أحفظه هجيب له أنا ناس وأشغله، مش عايز أي جهاز تاني. فانت لما تشوف ربنا بيعمل كده ولا تامنش انت بيه وتثق فيه، يبقى ماذا اقول؟ فتحول الكي جي 1 اللغه للانجليزي الى حفظ القران الكريم. ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر.
ويروى معناه في المرفوع: من تعلم علما وهو شاب كان كوشي في حجر، ومن تعلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على جمهر الماء. ونحوه: من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ولا يصح واحد منهما. الحديث دي مش ثابتة لكنها جارية على الألسن. طب هم ذاكرينها ليه؟ قال يجوز انك تذكر الحديث الضعيف اللي ما ينفعش او الحديث الموضوع مع التنبيه على حاله. وبه اي وفي تعيين وقت السماع نزاع بين العلماء. تعيين وقته بالتاريخ. فالخمس من السنين بالتاريخ. دخلنا بقى تاني رجعنا للتاريخ. قال ليه طيب بقى ما دام قلنا ان هو كده؟ قال لان التاريخ علامه اقدر اضبطها، لكن انت مثلا تجيب لي واحد صغير عشان اعرف ذكائه دلوقتي، في حاجات اسمها مقاييس الذكاء موجوده، لكن هذه المقاييس ايضا بتعوز الى اجراءات لو تلجئني اليها تشق علي، انما ممكن السن انا اقدر اقدره. فانت اعمل لي السن استئناسي وليس ايه الزامي. ولذلك تكلموا في حكايه السن واخذوا الدليل من حاله تلقي الصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول هو راس الاسانيد كلها والصحابه هم الحلقه الاولى. فاذا استقام او صح او يعني جرى في هذا فهو صالح لأن يجري على أحد الأمة إلى أن تقوم الساعة. فالخمس من السنين التقيد به للجمهور، وعزاه عياض في الإلماع لأهل الصنعة. كلمة الصنعة هي، لذلك واحد بيجي يسجل عندنا الصنعة الحديثية فيقول له يا ابني هو في كلمة صنعة؟ طبعا هو ما قراش كده فما يقدرش يقول له. بنعمل له احنا استمرار ونقول له في حكاية الصنعة دي وردت عن أهل العلم؟ لا. طب ما اللي انت جبتها منين؟ واحد قال له اكتب في الصنعة الحديثية. طب انت عارف في الكتب دلوقتي؟ يقول بس ما سجل كده. يعني مش يجي لك متعبي، لا يجي لك فاضي ويلزمك انك انت لازم تحطه في هذا المستوى. طب ما انت ما فيكش اهو يا ابني. يقول لك امال بقى ما عادش ما يبقاش شيخ الا انت؟ يعني يبرر الخطأ بخطأ. افرض انا جيت شيخ خطأ، تعال انت صح. قال ابن الصلاح: وعليه استقر عمل اهل الحديث المتأخرين فيكتبون. مع المتأخرين يعني في وقته وفي وقت قبل وقته. وهي دي اللي جابت حكاية المتقدمين والمتأخرين. يقول لك انت زعلان منها ليه؟ اذا كان ابن الصلاح نفسه قالها، احنا هو لازم يبقى من متقدمين ومتاخرين بحكم الزمن. امال انا اقول على نفسي ان انا من الصحابه؟ ما هو لازم يبقى متاخر، بس حتى مفروض اسمى معاصر ما اسماش متاخر. فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع. يقدر اللي هو بيكتب الطبقه يعرف ان مثلا واحد زي ابننا ده ان هو سنه كذا، لكن بقى يجيب له مقاييس ذكاء، هي فيه مقاييس لذكاء، يوديه لسه ياخد دور بعد 6 أشهر عبال ما يقيسوا له ذكاء ويكون هو ذكاءه نفسه اتغير. فقال لك مقياس الذكاء ده هو محطوط في الحسبان، بس الطريقه السهله ان انا اقدر اعرف سن الشخص استئناس لا فرضا. ولمن لم يبلغها حضر او احضر. وهي دي الطبقه اللي جبتها وجبنا ترجمه ابن حجر وقال ان الشيخ ده احضر كذا واحضر كذا وسمع كذا واجز كذا. وابن حجر كان بيترجم لاهل المئه الثامنه اللي متوفى سنه 800 من اول 701 لغايه 800. ثم الحجة لهم في التقيد بها قصة محمود وهو الدليل. انت لو رحت مثلا في جهات غير اللي احنا قاعدين فيها دي ما فيش حاجة تقولها الا ان كنت تجيب لها دليل. فبقى يوقفوا نموك. يا دليل يا انت ما تبقاش شيخ. امال جاي من الازهر ازاي؟ ونخش بقى احنا في موضوع
وهو فيه بتبقى الأدلة، لكن ما كانش في المقر، وهو عايز يغرب. تفضل يا عم. وعقل المجة وهي إرسال الماء من الفم التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم. بيشرح إن هو الحديث عقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فمي أو في وجهي. فالمجة هو أن يكون في حاجة في الفم مية ويبصقها فيه. تقول بعد دي تجيب المكروبات وكده، يا أخي ده اللي بيطلعها النبي عليه الصلاة والسلام، افهم. يقول لا النبي أجل من كده، يا سيدي المسألة ثبتت ودي مش مسألة جلالة. يدخلك بقى أن هو بيحترم النبي أكتر من لازم عشان يشكك في الحديث. التي مجاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دل على وجه المداعبة أو التبريك عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاد أصحابه رضوان الله عليهم، ثم نقله لذلك الفعل المنزل منزلة السماع وكونه سنة مقصودة. يعني وجه الدلالة في المجة دي إيه؟ قال إن هي من فعل الرسول، والسنة النبوية إما قول أو فعل أو إقرار. وهو أي محمود حينئذ ابن خمسة من الأعوام، هو اسمه محمود ابن الربيع وله ترجمة موجودة، وهو من أقدم المتوفون من الصحابة سنة 99 أو 98 أو 93، يعني قديم الموت، فلذلك اتحسب سنه على هذا. حسبما ثبت في صحيح البخاري من حديث الزبيدي عن الزهري. الزبيدي ده اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم محمد بن الوليد الزبيدي. هو من اهم من روى عن الزهري، والحافظ ابن حجر هيقول دلوقتي او الشيخ السخاوي هينقل عنه كلام، وانا ارجو ان اللي هو يسمع ده يروح يفتح فتح الباري ويشوف بقيه الكلام، لان في الموضع ده كلام للحافظ ابن حجر في الفتح جيد جدا، يعني من حيث علم الحديث، لانه يعني بيقول لك ما فيش حد قال انه خمس سنين الا الزبيدي. بس ما جاتش عن راوي تاني عن الزهري. فصححوها ازاي؟ قال هنصححها لما نفتح كتب التراجم ونشوف ترجمة الوليد بن محمد بن الوليد ده، نلاقي انه هو من كبار الحفاظ الاسبات الذين يقبل تفردهم. من حديث الزبيدية عن الزهري عن محمود وبوب عليه متى يصح سماع الصغير. أيوة. وأفاد شيخنا أنه لم يرى التقييد بذلك في شيء من طرق حديثه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما. وإحنا ما لقيناش برضه، إحنا معانا الحاسوب أهو، اللي دوروا بالحاسوب ما لقوش برضه، ويمكن الشيخ عثمان يكون فيه سر وهيروح هو دلوقتي ويدعبس عليها ويقول أنا لقيت الطريق وأنتوا إيه المقصرين. فاحنا لحد دلوقتي اللي قرره ابن حجر ما وقفتش انا عن نفسي، يعني رغم القراءه ان هو فعلا حد غير الزبيدي قرا ذكر حكايه السن دي، وانا ابن خمس سنين، انما هو فيه روايه ثانيه ان هو توفي محمود وسن توفي الرسول وسن محمود خمس سنين، لكن تاريخ المجة انه خمس سنين هو ده اللي ابن الزبيدي تفرد. ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد الا شوف ابن حجر لما يتكلم بثقه ازاي، هو يقدر يقول كده وهو رجل يعني صاحب دين. قال اذا كان فعلا قلب الكتب وفلها رغم مشاغله، كل واحد يقول لك ما عنديش وقت، ويقول بهذه الثقه ان انا قلبت في الجوامع والمسانيد وكده ما لقيتش. وانت فعلا لما تشوف المجمع المؤسس ده بتاع الكتب اللي ابن حجر اراها، او لما تلاقيه يخرج من كتب ان شاء الله لا يشوفها انس ولا جن يمكن لغايه القيامه ما تقوم، يعني انت توزن بقى نفسك على كده. شوف بقى مشاغلك ومشاغل ابن حجر وقول المقصر بيه.
وهو ده اللي بيقوله في علم العلل، انك انت تبحث الطرق وتجمعها وكذا، هو يقول لك. تفضل يا مولانا. ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد الا من طريق الزبيدي خاصه، وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن خلي بالك من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، يبقى دي احفظيه مقيده ولا مطلقه؟ مقيده، عشان تديه ترجيح. ها، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري، وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ. أيوه، برضه أبو داود لما يقول كده يبقى أقلب في الموضوع، يعني بعد. قال شيخنا ويشهد له ما وقع. لما يقول شيخنا يبقى ابن حجر. السخاوي هكذا يلقب شيخ. قال شيخنا ويشهد له ما وقع عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن لما قالش الطبراني في اللي إيه؟ قال لك فيه اصطلاح انه لما يطلق الطبراني يبقى في المعجم الكبير، يقول لك بس دي مش في المقرر، يقول احنا معترفين انها مش في المقرر ولا هتكون في المقرر في يوم من الايام، لان احنا مش قادرين لغايه دلوقتي نعمل ساعات تساع المعلومات الحديثيه. ما اللي مش هيقرا الا اللي في المقرر يبقى على الدنيا السلام. من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري حدثني محمود قال. لما يقول من طريق يبقى شيخه ولا في حته من السند رايحه؟ لما يقول كده من طريق يعني معناته ان في جزء من السند محذوف، ويبقى يعرفك طريقه التخريج، مش احنا بنقرا الكلام لمجرد معلومه، لا ايضا التحابيش اللي جنبها. حدثني محمود قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. هي دي اللي ثبتت بقى ان هو ابن 5 سنين، لكن روايه الزبيدي مجة وانا ابن 5 سنين، وفي فرق بين الاثنين، لان توفي ممكن يكون ما حصلش المجة، انما هو يقول انا عندما حصلت المجة كان عندي 5 سنين. هي دي بمعنى دي، لانه هو ما دام الرسول مات وهو 5 سنين يعني معناته ان المجه دي كانت في اخر او في اواخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وافادت هذه الروايه ايضا ان الواقعه التي ضبطها كانت في اخر سنه من حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. ويطابق ذلك قول ابن حبان وغيره أنه مات سنة 99 وهو ابن 94. مات اللي هو محمود. نعم. لكن قد قال الواقدي إنه مات وهو ابن 3. يقول لك أنتم بتحتجوا بالواقدي، ده الواقدي متروك وكذاب، بسمع أنا حلقات يقول لك الحديث ده موضوع لأنه في سنده الواقدي. طب هذه الواقدي قاعد في كتب المصطلح. أمال أنت جبت له كذاب منين؟ قال فيه ناس قالت إنه كذاب. طب ما تدور على الكذب الأول وترجح. يقول لك لا نرجح ليه؟ نيجي احنا بقى بعد كده نعالج القضيه يا اخواننا؟ لا، يقول لك لا. يبقى انت لا انت مع العالم مرتاح ولا مع الجاهل مرتاح. ولعل لذا قيل ان حفظه لذلك هو ابن 4 من الاعوام، حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال انه عقل المجه وهو ابن 4 سنين او 5. ايوه 4 او 5 على اساس الخلاف في سنه وفاته. كما ان لعل قول ابن عبد البر بيقول لعل ليه؟ على اساس انه ما معناش جزم، واحنا بنقرر قضيه زياده على ما قررناه قبل ذلك بالحديث الصحيح. كما ان لعل قول ابن عبد البر هذا مستند القاضي عياض وغيره في وقوع ذلك في بعض الروايات، وإلا فقد قال شيخنا إنه لم يقف عليه صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. اللي هو 4 ما لقيش، لكن 5 ما لقيش إلا عند الزبيدي، فأصبح هناك تاريخين، تاريخ 4 ما لقلوش ولكن تاريخ 5، وهو موجود في صحيح البخاري 4 و5، فبيقول لك ان دول مش متعارضين، لان روايه على اول السنه وروايه على اخر السنه، فيكبر الكسر فيبقوا 5 او يتشال الكسر فيبقوا 4.
ودي طريقة للعرب في حساب الوقت عموما. والأول أولى بالاعتماد الأول اللي هو خمسة على أساس أنه هو رواه حافظ واستقر عليه الكلام. والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده على أن قول الواقدي يمكن حمله على إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. أيوة. وطبعا رواية الطبراني اللي بسنة اللي هي ذكرها دي الشيخ ابن حجر بيقول في الفتح انه بسند صحيح. وما يقول بسند صحيح للطبراني فانت تروح تاخد ايه السند وتشوف هل فعلا الاسناد ده من اول شيوخ الطبراني، عشان الطبراني 360 خلصنا من ايه من حدود التقريب، محتاجين ان هو يبقى بنسبة احنا الجرح والتعديل بعد سنة 300 ولا لا، وبنصحح عليها هو، ومحتاجين هذا التصحيح عشان القضية دي تثبت وغيرها ولا لا. طب ما ليه ابن الصلاح بيقول كده؟ قال ابن الصلاح والله قال من ديئته، انت لو شفت حالة العالم الاسلامي عندما كان الرجل حي كان ممكن ان يحصل يعني شكوك اكثر مما كتب. وقد حكى السلفي عن الاكثرين السلف عارفينه. نعم. او يجب ان يكون معروف، هو عالم الاسكندريه الرجل اللي هو كاتب كتاب الايه الوجازه في الاجازه، وله كتاب شرط القراءه على العالم، والكتابين موجودين بس مش في المقرر، ولو كتاب اللي هو معجم السفر ده ولو المشيخة البغدادية حتى الآن ما حدش راضي يشتغل عليها، وواحد مرة قلنا له خدها قال إن سجلتها لي أشتغلها، أما أشتغلها كده لحالي ما اشتغلت. فالحد دلوقتي المشيخة البغدادية اللي ما حدش راضي يخرجها، إنما معجم السفر بتاعه لحد دلوقتي ما تحققش تحقيق حديثي، مع أنه هو فيه بيجرح ويعدل. والسلف ميت إمتى يا شباب؟ 500 وكام؟ ها؟ وبيجرح ويعدل، يبقى الجرح والتعديل مات بعد 300 ولا عايش؟ قال عايش. طب أمال قال كده ليه؟ قال انسى بقى، دي كلها أمثلة بتدل على أن العبارة دي لم تكن على ظاهره. وقد حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ 4 سنين لحديث محمود. ده رأي تاني بقى هو، إنه 4 سنين بناء على الحديث اللي هو في صحيح البخاري 4 سنين. تفضل. لكن بالنسبة لابن العربي خاصة، أما ابن العجمي فإذا طبعا حكاية العربي والعجمي ما ينبغيش ان هي تفهم على ان كنتم يا مسلمين متعصبين وبتدوا لنفسكم وكده، المساله ليست كذلك. احنا كعرب لما بنروح اوروبا بيبقى مستوانا في استيعاب اللغه الاوروبيه ليس كابن البلد نفسها. شيخ طه حسين اللي منكم فاكر حاجه في تاريخه ان هو لما جاي يناقش الرساله طلب أن يعذره المناقشون أنه ليس يناقش في لغته الأصلية. فالمسألة مش بقى أن احنا بنفرق ما بين العرب وما بين العجم، لا. وإن شاء ما دخلش بقى بس. أما واحد يتجوز واحدة مش من بلده وهي طبعا اللي بتشيل الغلب بتاع تربية الولد لحد ما يتفطم، الولد يطلع لغته لغة أمه مش لغة أبوه. ليه؟ قال لأنها بالمخالطة، ما هيش المسألة حكاية إن احنا بنتعصب ضد غير العرب، لا. إن الذي يخالط اللسان العربي شيء، والذي لا يخالط اللسان، وكانوا يبعثوا العرب الخلص النبي عليه الصلاة والسلام ودوه بني سعد ليه؟ ناحية أبها. الرسول يقول استرضعت في بني سعد،
أما تروح أنت جدة وتقول لهم ودوني، دول بني سعد معروفين لحد الآن ويفتخروا بأن الرسول تربى فيهم. وداه بقى عمه وجده، ودوه ليه ولا خلوش قاعد في مكة؟ قال عشان يقعد في وسط ناس ما يعرفوش ينطقوا إلا كلام على ألفية ابن مالك وزياد، ما يعرفش ينصب الفعل أبدا. لكن دلوقتي ما فيش أكتر من نصب. فلذلك هي دي، إن احنا بنفرق في السن لا لتعصب، ولكن لأن الذي أمه أعجمية وتكلمه بالأعجمية يصبح استيعابه للعربي أقل. سبحان الله، اللي بيجوا يعلنوا إسلامهم الآن من الأجانب لا ينطق بفصاحة إلا آيات القرآن الكريم. والأتراك دلوقتي بيخطبوا الجمعة بلغتهم وما يقولوش عربي إلا الآيات والأحاديث. تفضل يا مولانا. وقيده الإمام أحمد في نسيت أقول إن اللي بيطبعوه عربي بيطبعوهم الشمال لليمين. أنا عندي كتب زملائنا الأتراك مهدينها لي، محققين الكتاب وعاملينه من الشمال لليمين. فما تجيش بقى تقول لي أنت بتفرقه بين العربي وغير العربي، هو لأجل ذلك، لا لأنه أعجمي ولا لأنه عربي. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقيده الإمام أحمد فيما رويناه من طريق الحاكم عن القطيع قال: الله أكبر الله أكبر. بسم الله. وقيده الإمام أحمد فيما رويناه من طريق الحاكم عن القطيع قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي سئل عن سماع الصبي فقال: إن كان ابن عربي فابن سبع، وإن ابن أعجمي فإلى أن يفهم. وقيده بالسبع مطلقا بعضهم. أيوة، فإذا زي ما قلنا إنه السبب هو ما ذكرته لكم من حيث ممارسة اللغة. ونحوه ما رواه السلفي عن الربيع بن سليمان أن الشافعي سئل لما يقول ما رواه السلفي عن الربيع، خلاف الكلام اللي أنا بقوله، أن لما يحب يحذف يقول من طريق، مع أنك أنت ما تقرأ مقاصد الحسنة للسخاوي تلقاه ما يستعملش عن إلا إذا كان شيخه، فهو هنا ما قالش كده. يقول لك طب حط عن هنا ليه؟ قال على أساس إن القارئ يعرف إن استحالة السلفي يروي عن الربيع مباشرة، فاعتمادا على فهم القارئ نقول والله يا ريتك لو طردت القاعدة كان أولى. سئل الإجازة لولد وقيل له إنه ابن 6 سنين، فقال: لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتم له 7 سنين، وإن كان هذا في الإجازة ففي السماع أولى. ادي احنا ماشيين او في التفريق ما بين صورة الإجازة وما بين صورة السماع. فاجتمع 4 أقوال في الوقت الذي أيوة، 4 أقوال دول معمولين عشان لما نمتحن في المصطلح نقول اذكر رأيين. فهو ما يرضاش بقى، مدام اقول انا في المحاضرة انا هطلب رأيين، ما يرضاش يقرأ الأربعة، لا يظبط 2 علشان يقولهم في السؤال. فتيجي انت في الشفه وتساله في التانيين تلاقي ما فيش. وما تكون بنت تبكي، طب انت بتبكي ليه؟ ما هو وقت البكا ما يجيبش. تفضل. فاجتمع 4 أقوال في الوقت الذي يسمى فيه الصغير سامعا. أيوة. وبالجملة ليس فيه أي في تعيين وقته سنة بعينها متبعة دائمة. لأن احنا قلنا قبل كده في ناس بتزيد وفي ناس والمسألة تخضع لحالة العصر، وربما تخضع أيضا في حالة بلد من بلاد العصر. وبالجملة فليس فيه أي في تعيين وقته سنة بعينها متبعة دائمة، إذ لا يلزم من تمييز محمود أن يميز محمود اللي هو ابن الربيع. إذ لا يلزم من تمييز محمود أن يميز كل واحد كذلك. مش لازم.
لأن هو الذكاء ده هو شيء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مختص بيه. ودلوقتي كلهم يتولدوا، بعد ما يتولدوا كده تبص تلاقيهم كده، واحد يفهم وواحد ما يفهمش، وتحطه تحت أي مكنة وتديله كل المثبطات الصناعية عشان يزيد عن اللي وهبوله ربنا. ما فيش ليه، يقول لك أنا اللي ماسك الخلق، ألا يعلم من خلق؟ فالتاني يقول إيه، الطبيعة لا تأتي بباطل، فيخليك أنت إيه مرهوش. يقول لك امشي مع ربنا، لأنه ربنا بيكلمك من نقطة إعجاز. الأنبياء لا تثبت لهم النبوة إلا بالمعجزة، والمعجزة خارقة للعادة وخارقة للعقل كذلك. فاحنا بنتكلم في منطقة ما هيش خاضعة للعقل، يقول لك لا، ده بعد العقل الخرافة على طول. طب النبوة تروح فين؟ والولاية تروح فين؟ بل قد ينقص وقد يزيد، وكذا لا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، كما أنه لا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها مما سمعه. نعم. بل الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير قول خامس. أيوة، قول خامس على السنين اللي فاتت، والقول الخامس ده على نفس الذكاء اللي احنا نلاحظه على الصغير. قول خامس وهو فهمه الخطاب. فهمه الخطاب، قوم يقوم، اشرب اشرب كذا، هو ده فهم الخطاب، يعرف انت طالب منه ايه وينفذه، هو ده اللي بنحسب عليه ينفع سماعه ولا لا. اما ان الحديث ده لما بيقول كذا ما معناه يا ابني، لا، ليس هذا شرطا. ولذلك لا تعترض على الأسانيد وتقول مين اللي يثبت سماعه المسند أحمد، هو عنده 6 سنين، هو أنا قلت لك إنه هيعرف مسند أحمد والمستنبط من أحاديثه؟ إحنا عايزين نعبي ده في الذاكرة زي أنت بتعبي دلوقتي في الكمبيوتر، وإذا ثبت ده في الذاكرة فالذاكرة بتاعتنا كلنا محدودة، ما يدخلش بقى لا شيطان ولا أي حاجة ولا كده. سبت له حته على طول يحجز تماما، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، والجدع بقى يفكه، يقول لك لا أنا فكها لك، اصحى من النوم اعمل كذا 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 تنفك العقد. طب أما أجيب مفك بقى وأحاول أفكها؟ قال لا، أنا ما بكلمكش في مادية، أنا بكلمك فيما ثبت عن النبي المعصوم. بل الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير قول خامس وهو فهمه الخطاب حال كونه مميزا ما يقصد به من ذلك. أيوة. مما يقصد به غيره. ورده الجواب المطابق. أيوة. ما تقولوا في مثال موجود، قالوا له كذا فقال والله ما أمي في البيت، فهو ما يسألوش عن أمه خالص، فطالما أنه أجاب بجواب غير السؤال يبقى ده البعيد ما بيفهمش. لكن تقول له المية سخنة ولا باردة يقول لك لا ده مولعة، خلاص يبقى بيفهم. سواء كان ابن 5 أو أقل، ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح، أن يعد سامعا، بل يبقى إيه، يبقى حاضرا. ولذلك في الأسانيد يقول لك حدثنا حضورا، أو حدثنا وأنا حاضر، إن لم يكن سماعا، والتاني يقول إجازة إن لم يكن سماعا. فطالما قال إجازة يبقى كان كبير، حضورا إن لم يكن سماعا يبقى كان صغير. الأسانيد نفسها اللي احنا أصلا ما بندرسهاش في التخريج هي اللي تفسر لنا الحكاية. إن لم يكن سامعا، حتى قال ابن الصلاح وإن كان ابن 5 سنين. يعني ما ممكن نحكم أنه سماعه لا يصلح. وبما قيدنا قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما حكى فيه القشيري. القشيري دوت أنا اللي أفهمه أنه هو ابن دقيق العين،
وأن يكون الكلام ده في كتابه اللي هو الإمام إذا كان مش في القطعة اللي هو مطبوعة، لأن هي دي مش مترمزة فما عرفناش نوصلها. لكن في ناس بتحمل القشيري دي زي أخونا الشيخ اللي هو محقق النسخة اللي معايا دي على إنه القشيري صاحب التفسير وكذا، لأنه بيقول هو عبد الكريم ابن هوازن القشيري المتوفى 465. أنا لا أظن أن القشيري هذا يتكلم عن رأي الأصولي. فالنص الذي ذكره الإمام السخاوي اللي أرى عليه الشيخ سعيد ذات، وبما قيدناه قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما حكى فيه القشيري الإجماع بعدم قبول من لم يكن حين التحمل. المفروض التحمل يعني بالسماع مش أي تحمل، مميزا مع أنه قيل في المميز غير ذلك كما سيأتي. فاللي أنا فاهمه من القشيري هنا أنه ليس هو القشيري صاحب الرسالة القشيرية وصاحب التفسير وعالم الـ يعني الـ التصوف المعروف اللي هو عبد الكريم بن هوازن المتوفى سنة 465. اللي أنا فاهمه أن هنا ده مش هو المقصود، ولكن المقصود بالقشيري في هذا هو الشيخ ابن دقيق العيد لأنه المناسب له. بس أنا قلبت كتاب الاقتراح كله ما لقيتش النص فيه، واللي أرى منكم المنشور من كتاب الإمام لابن دقيق العيد وما يذكر فيه من تفاصيل أصولية أنا أشوف إنه هو ده مظنة هذا النص. بس طبعا يعني وقت أولا ما اتسعش إن أنا أقرأ الكتاب، هو 3 مجلدات فضل خيرك، وأيضا هو مش مرمز عشان نقدر نستدعي الجملة دي بالكمبيوتر. لكن أنا أظن إن هو القشيري هنا هو ابن دقيق العيد وليس الإمام القشيري المتوفى عام 465. فإذا ظهر خلاف ذلك أرجو اللي وقف على خلاف ذلك يعني يسددنا وجزاه الله خير. سيدنا أظن في المنظومة في أظن في الحديث الصحيح ذكر الإمام ابن دقيق العيد في النظم ذكر القشيري. ذكر القشيري والله انا فاكر كده ذكر القشيري في النظر نفسه ذكر القشيري. فلذلك يعني القشيري هنا حتى الامام مسلم بيقال له القشيري كذلك، لكن بالقراءه وبالسياق يعني الشيخ ابن دقيق العيد. هو يعني سبحان الله خدمنا في كعلماء مصطلح يعني او طلبه علم فيما كتب في الاقتراح وفي ما وصل إلينا من كتاب الإمام بأنه اعتنى بكلام الأصوليين وجمع بينه وبين مصطلحات المحدثين بما يخدم العلمين معا. ولذلك أنصح اللي وقته يتسع إن هو يقرأ كتاب الإمام ده، لأن هو بيذكر فيه يعني تقعيدات يمكن أن تكون من اجتهاده هو المفيد. تفضل مولانا. فاحنا اللي يهمنا هنا أن ده كلام منسوب للأصوليين، ما يكون ابن دقيق العيد متوفى 711 يبقى كتب الأصوليين اللي قبل كده اللي هي منشورة وفي أيدين الناس لو فتحت ممكن أن يعني يوقف فيها على هذا الكلام، سواء كتب الإمام الغزالي أو كانت كتب الإمام الرازي أو كانت كتب الإيضاح أو التوضيح من كتب أصول الفقه كذلك للحنابلة أو فتح القدير لابن الهمام. الكتب دي يعني هي من عادتها تنقل هذه الأشياء. وابن السمعاني ده اللي هو هيعطف عليه الكلام هو أيضا كتاب أصولي،
له كتاب اسمه قواطع الأدلة، وهو من أفضل الكتب يعني التي إذا قرأها الشخص يقف فيها على تحقيقات في مسائل لم تبت فيها الكتب الأخرى، زي حكاية العدد الذي يتحقق به التواتر. كل كتب الأصول يقول لك إن ما فيش عدد ما فيش عدد ما فيش عدد كده. الشيخ السمعاني قدر يفسر أو يحمل العدد على ما فيه ما اصطلاح اللغة. قال إنه لما يقول عدد كثير فحد الكسرة من كلام أهل اللغة اللي هو من 3 إلى 9 إلى ما فوق، ده حد الكسرة. فلماذا لا نعمل نحن هذه الدلالة اللغوية؟ يقول لك احنا بنتكلم في الحديث، بنتكلم في الحديث ما قلناش شيء، لكن إذا وجد من أقوال أهل العلم ما يخرجنا من مسألة عدم تحديد عدد فهو أولى. ولذلك الشيخ السيوطي لما جاء بعده استفاد من كلام السمعاني وعمل كتابه اللي هو اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وبناه على الحديث الذي رواه 10 فأكثر. تفضل يا مولانا. وكذا قال ابن السمعاني الأصح كتاب قواطع الأدلة ده جزئين، لو تقراه يعني مش هيعمل لك أي مغص ولا أعراض جانبية، إنما هتحس إنك أنت إيه خرجت بنتائج محددة مفيدة. وكذا قال ابن السمعاني الأصح أنه لا تقدير. وأظن الشيخ محول عليه. نعم. أظن الشيخ عبد الكريم. نعم. سماحة الشيخ هو محول على، لأنه هو الشيخ أصلاً دارس الشريعة الأول ومتمكن من علم الأصول تمكنا يعني انتقل إلى الحديث بعد أن أتقنه، فمكتبته يعني تجد فيها مثل هذه الكتب حاضرة يعني. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إذا بلغ الصبي المبلغ. الإسفرايني ده له كتاب في الأصول لكن مش موجود الكتاب، إنما موجود النقول عنه، فأنت تستفيد منه بالكتب الوسيطة. إذا بلغ الصبي المبلغ الذي يفهم اللفظ لسماعه صح سماعه. أيوة، يبقى العبرة بفهم اللفظ مش إنه هو يعرف الفقه الاستدلالي وأن العلة الفلانية، لا، إنه هو يفهم اللفظ، هل هو نهي أو هو إثبات أو هو أمر كده. حتى إنه لو سمع كلمة أداها في الحال ثم كان مراعيا لما يقوله من تحديث أو لقراءة يعني لازم يعبر في التحمل عندما يؤدي بالعبارة التي، فإن كان سمع يقول سمعت، وإن كان قرئ على الشيخ يقول حدثنا قراءة عليه. والإمام النسائي حد فيكم يقرأ شوية إن شاء الله 50 صفحة يا شيخ مصطفى، خلوهم 100 عشان انت راجل محب للعلم، هتلاقيه لما الحارس ابن مسكين قال له ما تخشش الدرس ما شنعش عليه ولا عمل شوشرة ولا عمل فيه اي حاجة، وانما كان يحضر خارج المكان فيقول قرئ عليه وانا اسمع. أو لقراءة القارئ صح سماعه وإن لم يفهم معناه. معنى يفهم معناه يعني فقها، وإنما يعرف أن فيه من كان يقرأ 3 آيات بعد كذا، أو أن من صلى 4 ركعات يفهم، هو ده الفهم المطلوب. لكن هل الشافعية قالوا كذا والحنفية قالوا كذا؟ لا، ده موضوع بعد السماع. بل عزا النووي عدم تقدير عدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل الصحابة قال إيه؟ نضر الله امرأ سمع فحفظها، وفي رواية فوعاها فأدى. بس
بل عزا النووي عدم التقدير للمحققين حيث قال طبعا المحققين يطلقوا على من مهمتهم النظر في المسائل الخلافية وبيان ما هو راجح فيها، دي اللي يسموهم المحققين. فالحافظ ابن حجر يعتبر من المحققين، والحافظ ابن عبد الهادي الذي تكلمنا عنه شمس الدين يعتبر من المحققين، والشيخ ابن دقيق العيد يعتبر من المحققين، يعني الذين لهم نظر في الخلاف وبيان ترجيح حسب مبلغ علمهم، فهم أخص من أصحاب الاختصاص. فمثلا أنت من المختصين بعلم الحديث، لكن لست من المحققين إلا إذا علمت كيف تنظر في الأقوال المختلفة وتبين فيها رأيا راجحا بحسب ما اطلعت عليه. حيث قال إن التقييد بالخمس أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز. لما يقول الصواب يبقى مقابل الصواب إيه؟ الخطأ. لكن لما يقول الراجح يبقى مقابل الراجح إيه؟ المرجوع. فلذلك كلمة الصواب خلي بالك منها، وخلي بالك أما تكون بتألف أو بتكتب ما تحطش الصواب مطرح الراجع. وفي علل الحديث يقولوا الصحيح كذا، وهم لا يقصدون الصحيح المصطلح عليه وإنما يقصدون الراجع. وقد يتجاوز الخمس ولا يميز. أيوة موجود، بس حد فيكم يشتغل مدرس زي ما اشتغلت في الابتدائي يشوف ولد بسم الله ما شاء الله أكبر من سنه بكتير في الاستيعاب، ويشوف واحد وبرضه درس ستات ورجاله نفس سبحان الله، يعني الفهم واحد حتى لا يفخر قوم على قوم. وأن الله عز وجل كما يهب للرجل يهب للمرأة، لا تظن إنك أنت وحدك اللي يعني فاهم أكثر من كده، وإنما ما يفتح الله به على امرأة ربما ينقذ أمة. واحتج بضبط ابن الزبير تردد والده إلى بني قريظة يوم بس الزبير. يعني يقول والله أنا فاكر أن والدي كان بيعمل كده، فهناه أنه هو قال له معاه. قال شيخنا مشيرا لانتقاد الحصر في سن ابن الزبير، والذي يظهر أنه إنما ولد في الأولى من الهجرة، وقيل في الأحزاب إنها كانت سنة ست انتهى. فطبعا يبقى سنه يعني ينفع أنه هو زي محمود بن الربيع. نعم قول الحسن رضي الله عنه أذكر أنني أخذت تمرة من تمر الحسن هنا بقى مش البصري بقى. هنا إيه لازم ابن علي، عرفنا منين؟ من قراءة بقية الكلام. فجعلتها في في فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر وقال كخ كخ، يشعر بأنه كان دون ذلك. أنا اللي أسمعه بالضم الكاف، فإن كان الشيخ سعيد لو ضبط فيها خلاص فهو حجة في ذلك. أنا سمعتها من بعض الشيوخ كخ كخ بضم الكاف، فهذه قراءة وتلك قراءة ولا خلاف بينهم. يشعر أنه كان دون ذلك، اسمه هذا اللفظ لا يقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه. هذا الاستنتاج، شوفوا بيستنتج من عبارة مخاطبة الطفل بما يدل على سنه، لأن أنت لما تجيب واحد كبير زي اللي قلنا عليه أنه في سن البلوغ وتقول له الكلمة دي هيقول لك هو أنا عيل قدامك ده أنا كذا، وتسمع منه بقى شيخ محمد يا أخي تعالى هنا يا أخي إيه لا إله إلا الله. يشعر بأنه كان دون ذلك، إذ مثل هذا اللفظ لا يقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه، وذلك يقدح في التقييد بالخمس. ونحو قصة محمود ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هذه رواية تانية، هو كله عايز يأكد حكاية إن لها نصيب.
والد عبيد الله قال: أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذني وأنا خماسي أو سداسي. خماسي أو سداسي يعني 5 سنين أو 6 سنين. فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة. وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب بن إسماعيل بن حماد بحديث لقنه وهو ابن 4 سنين. قال ابن رشيد: ابن رشيد ده هو اللي هو صاحب السنن الأبين، وهو له آراء يعني في المصطلح ذكرها، هو له كتاب اسمه ملء العيبة فيما حصله في الغيبة، أنه هو رحل من بلاد الأندلس إلى بلاد الحج، وأخذ بقى كل بلد ينزل فيها يروح يدرس ويسمع ويكتب. وسبحان الله الكتاب دلوقتي 4 مجلدات المطبوعين ولا 3 يا محمد، المهم ان هو فيه جزء مخصوص لحد دلوقتي ما حدش راضي يشتغل عليه، ليه ما تفهمش. فالكلام اللي بينقل في المصطلح ده كله من الرحله دي، ولذلك في زميل فاضل اخونا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني من علماء المغرب عامل يعني جهوده في المصطلح من خلال ملء العيبة ده. قال ابن رشيد: والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظلة لذلك. ما يعني هي زي كده، يعني ما بيقولش لازم 5 يبقى كذا، لا يعني هي مظنون أن تكون كذا. لأن بلوغها شرط لا بد من تحققه. مش شرط، لا، لكن أمر استئناسي. ونحوه قول غيره: اعتبر الجمهور المظنة وهي الخمس فأقاموها مقام المئنة وهي التمييز والإدراك والأولى. أصبح بقى أدلك كلمتين أهو، مظنة ومئنة، والفرق بينهم وهو التمييز والإدراك، والأولى أن تعتبر المظنة حيث لا تتحقق المئنة. أيوة، لأن مش عارفين أنت فهمت ولا لا، فاحنا نمشي على المظنة عشان تبقى ممكن. واختار لنا موقف يحسن السكوت عليه يا مولانا. نقف عند وقال القاضي عياض: ولعل تحديد أهل الصنعة. طيب ماشي خلاص. حد له أسئلة يا شباب؟ صلى الله على سيدنا. بارك الله فيكم.